ازيكم يا جماعه واهلا بيكم في حلقه النهارده. واحده بنت اسمها ماريانا نوموفا روسيه وهي عندها 13 سنه اتقفشت بتاخد هرمونات. اول حاجه هي مين ماريانا نوموفا؟ واحده باور ليفتر كانت بتنافس في اتحاد الاي بي اف اللي هو اتحاد الباور ليفتنج روسيه. اكيد واحده روسيه الروس بياخدوا هرمونات بس يعني هو الصدمه كلها مش ان هي بتاخد هرمونات لان كلهم بياخدوا هرمونات يعني، ولكن الصدمه ان السن اللي هي خدت فيه هرمونات. ماريانا في السن 15 سنه عملت وورلد ريكورد لسنها يعني عن واحده تحت ال 18 سنه رفعت بنش بريس 330 ارطل. بص على الكليب ده وهي في سن صغير جدا بتعمل بنش بريس ل 240 باوند. هايل. قمر طبعا اكيد اكيد روسيه يعني. باور ليفتنج ده انا بالنسبه لي غريب لان يعني حركه الظهر دي وكده فاهم، انت بتتحرك مثلا 3 انش وخلاص، ده بالنسبه لي غريب يعني فاهم، بس ده الباور ليفتنج مش انا اللي بعمل القوانين. غير الكليب ده عملت وورلد ريكورد 330 باوند لواحده سن تحت ال 18 سنه، ولكن اتقفشت ان هي كانت بتاخد استرويدز من سن 13 سنه. بيقول لك ان هي من ساعتها غيرت حياتها تماما، وفعلا انا دخلت على الانستجرام بتاعها زي ما انتم شايفين الانستجرام بتاعها كلها موديلنج وحياتها اتغيرت تماما وبعدت عن السكه دي مليون في الميه يعني. ولكن ايه اللي هيخلي واحده في سن 13 سنه تبتدي هرمونات؟ فكرت فيها في الموضوع. عاده الناس اللي في السن الصغير بيكونوا عندهم القابليه ان هم يجازفوا بصحتهم اكتر بكتير من الناس العاديه، لان مخهم لسه ما كملش نضوج، فبالتالي بيعملوا قرارات متهوره جدا وقد تكون فيها ريسك عالي قوي على حياتهم بدون ان هم ياخدوا بالهم يعني من نفسهم. طبعا العربي بتاعي يعني في البطاطس خالص. تاني حاجه انا في رايي الشخصي ساحه السوشيال ميديا بقت مؤثره على الناس بشكل مش طبيعي، وبنتكلم من كل الاشكال يعني، مش بنتكلم بس في الاسترويدز، بنتكلم من كل النواحي، كل النواحي الكويسه والوحشه يعني. ممكن انت بتتفرج على فيديوهاتي تتحفز تروح تشتغل على نفسك تشتري بروجرام، ممكن تتفرج على واحد تاني تقرر ان انت عايز تبقى بتاع نسوان تتجه للمخدرات وعايز تعيش مثلا زي دان بلزيريان ولا اندرو تيت وتعمل انواع الحاجات الغريبه يعني. كل واحد بيتاثر من السوشيال ميديا. حتى انا كواحد في سني داخل على 38 سنه لما بتفرج مثلا على اي حد، دونالد ترامب مثلا، الراجل مر في كميه ظروف مش طبيعيه، سجن، لبس قضايا، خسر فلوس، حاولوا يقتل الراجل بتاع سبع ارواح. ده بالنسبه لي انا الهام. انا لما يكون عندي مثلا مشكله صغيره في حياتي بحس ان المشكله بتكبر عندي بطريقه غريبه. عندي مثلا هوس في موضوع مثلا حاجات صغيره زي الصحه مثلا يعني، انا مثلا لما ضغطي بيكون عالي ببتدي اخاف، بقول هي دي النهايه، هي دي ايه انا كنت مستنيها. ولكن في الحقيقه ممكن تكون اكلت مثلا وحش اليوم اللي قبليه، عليت من الصوديوم شويه، ضغطي كان عالي مثلا بشكل الشغل، اي حاجه يعني. لما بشوف واحد مثلا زي دونالد ترامب او اي حد من الناس الجامده دي اللي بتمر في ظروف صعبه جدا، بالتالي بفكر لا انت يا دره لازم كمان تجمد، زي ما انت لما في ناس كتير بتتفرج عليا بتفكر نفس الحاجه. فواحده زي دي اكيد السوشيال ميديا وطبعا بوجود ناس زي الترند توينز، مش بس ان هم بيرشحوا الاسترويدز يعني، مثلا زي الترند توينز بيرشحوا الاسترويدز، ولكن ناس بتطلع وبتوري قد ايه النجاح اللي جالهم بسبب استخدام الهرمونات. زي سام سوليك، اكبر واحد يا جماعه سام سوليك دلوقتي بيعمل مثلا 200,000 دولار في الشهر من يوتيوب فقط، ده غير اكيد العقود اللي عماله تهر عليه دلوقتي. ليه؟ صور نفسه بياخد سترويدز. قال لك انا عمل واحد اصلا شكله غريب يعني فاهم، ولا هو وسيم ولا عنده جينات كويسه ولا اي حاجه، طلع انا قال لك انا هصور واعمل دوكيومنت للسايكل بتاعي ونشوف الموضوع ده هيروح لحد فين. شباب صغيره سن 13 14 15 سنه بيشوفوا الكلام ده، وطبعا السوشيال ميديا مليان بقى حاجات ناس بتوري عربياتها وحياتها، وانا جلتي وانا يعني مذنب من الموضوع ده، ان انا ربما ساعات زمان كنت بتفشخر بزياده وده ما كانش كويس. ولكن اطفال بيشوفوا الموضوع ده وبيفكروا طيب ماشي انا ممكن اخد سترويدز انا كمان وابقى كده، ولكن الحل الحقيقي او الواقع الحقيقي مش ده خالص. فلو انت واحد صغير بتشوف الناس اللي هم بياخدوا سترويدز وبينجحوا النجاح اللي انت بتشوفه، هي مش سترويدز هي اللي نجحتهم، هي التعب او الفكره اللي وصلتهم للنجاح اللي هم فيه. اما فكره كانت جديده، ولكن دلوقتي مثلا ان واحد يصور نفسه بياخد سترويدز ويعمل فلوجات كده كل يوم بتاع، دي ما بقتش جديده خالص.
كلنا بقى يعني الموضوع بقى قديم. انما مثلا واحد زي سام سوليك ترينت وينز دي طفره غريبه جدا شاذه جدا مش العادي وضربت معاهم بالحظ، مش شرط هتحصل لك انت برضو. فتخيل لو انت دخلت او حاولت تاخد نفس السكه بتاعت الهرمونات وقلت اوكي طيب انا عايز اعمل زيهم، عايز اخش سكه الهرمونات وانا هنجح بنفس النجاح. طب تخيل ما نجحتش نفس النجاح ولكن اخدت هرمونات بوظت صحتك، وكمان لاحظت ان جيناتك اساسا جينات مش كويسه اساسا، ولا تصلح للبطولات ولا تصلح اصلا بان يكون شكلك كويس على السوشيال ميديا. مبروك دمرت نفسك صحتك وما استفدتش اي حاجه في الاخر. وده على فكرة بيبقى حال من حالات ناس كتيرة جدا بسبب السوشيال ميديا. نفس الحاجة الناس بتشوف درة فراري، اوكي درة عمل ايه؟ عمل فلوجات يوتيوب اتكلم على هرمونات ومش عارف ايه وده. بس في حاجة تانية، الدرة وصل لمستر اولمبيا. كام واحد بيوصل لمستر اولمبيا؟ مش كتير. طيب ايه اللي حصل برضو للدرة؟ الدرة عمل عملية الظهر، اتطلق، دخل في مليون حاجة وحاجة لغاية ما وصل اللي هو وصل له. مش شرط انت كمان هتاخد نفس، يمكن انت ممكن توصل مستر اولمبيا من غير الحاجات السيئه اللي حصلت لي، او يمكن جسمك لا يصلح انك تاخد هرمونات. فسبب ان واحده بنت عندها 13 سنه تلجا الى الهرمونات بيكون سبب كبير جدا منه هو ضغط السوشيال ميديا. وانت من اهم الحاجات اللي لازم تعلمها لنفسك انك تستخدم السوشيال ميديا لصالحك، ما تاخدش الحاجات السلبيه، خد الحاجات الايجابيه. ما تاخدش من دره ان هو مثلا استخدم هرمونات عمل حاجات وحشه او ايا كان، خد من دره راجل تعب فشخ، طلع بحاجات ذكية، عرف يتفنن من ساحة السوشيال ميديا رغم ان هو المهنة بتاعته في كمال اجسام او مسيرته في كمال اجسام كانت قصيرة، عرف يستغلها باقصى ما يمكن باليوتيوب والبرامج المخصصة وكتاب الوصفات وكتاب التمرين والى اخره الى اخره. فحاول تبص على الحاجات الايجابية، ما تقعدش تحاول تشوف الحاجات اللي هي ايه بتبقى مغرية انك تعملها وتكون تتمنى انك ممكن تنجح منها. معظم النجاح بيجي من الحفر والشقي والحاجات الصعبة اللي مش ممتعة. استخدام الهرمونات مش هكدب عليك طبعا اكيد بتديك احساس حلو جدا، بتبقى قوي، بيبقى شكلك جامد، ولكن دي الوجه الممتع منه. انت ما شفتش الوجه الاخر اللي منه اللي الناس كتيرة كتيرة 99% من الناس بتمر فيه، مشاكل الصحية، مشاكل قلب، مشاكل كلى، افلاس، تدمير العلاقات، لان برضو كل الناس بتتفاعل مع الهرمونات بطريقة مختلفة. في ناس من الهرمونات بيجي لها اعراض جانبية مختلفة عن ناس تانية. الموضوع كله جيناتكس وراثيا، انت وحظك، انت فعلا بتلعب قمار. انت مش عارف ايه الكارت اللي هيجيلك. هتاخد تستوستيرون، ممكن ضغطك يزيد، جسمك كله يقلب حبوب، شكلك يوحش، دماغك تتحرق اصلا من الاعراض الجانبيه السيكولوجيه اللي بيكون عليها تاثير من تستوستيرون كتير او ترمبولون مثلا. ترمبولون من اكثر الهرمونات اللي بتدمر المخ على فكره، اعصاب المخ والتفكير. الترمبولون معروف عنه ان هو بيسبب سايكوسس. تعرف يعني ايه سايكوسس وبارانويا؟ فانت اصلا ممكن تخش سكه سكيزوفرينيا اساسا بسبب الترمبولون ده. انما واحد تاني يمكن ما يحصلوش اي حاجه. انا مثلا من الناس اللي ما كنتش بتعصب خالص من سترويدز ولا كان عندي اي تاثير نهائي، ببقى بالعكس ببقى بارد اكتر. ليه؟ لان انا شخصيتي في الحقيقه، سيبك من السوشيال ميديا والكومنتات اللي بتعصبني، ولكن في الحقيقه انا واحد بيقولوا عليه ليد باك قوي، يعني تشيل، يعني ريلاكست كده وما احبش مشاكل مع حد يعني. فلما باجي باخد سترويدز مش هتغير قوي من شخصيتي، ولكن في ناس تانية بتبقى عصبيه وهي بتسوق في الشارع عايزه تتخانق مع دبان وشها، واحد يزمر يكسر عليه بتاع ده. واحد زي ده لما يجي ياخد سترويد مش بعيد ان هو يخش السجن، لان كل الافكار دي والاحاسيس دي والمشاعر دي هتزيد قوي، واحد يكسر عليه ممكن ينزل يقتله. بتحصل على فكره. ما تقعدش تتاثر من كل الحاجات اللي انت بتشوفها على السوشيال ميديا، بحيث ان انت توصل نفسك من سن بدري جدا، حتى يعني قبل ما تكمل بلوغك في الطول وشكلك وكل ده، تبتدي تاخد هرمونات وتبوظ شكلك، شعرك وكل ده، وحتى مخك ربما يتاثر من استخدام الهرمونات في سن بدري جدا جدا جدا. وانا في رايي الشخصي زي ما قلت لكم، الهرمونات دي يا جماعه مش لفورمه الساحل، انما الهرمونات دي غرضها انك تنافس على مستوى عالي جدا. انا لما قررت ان انا ابتدي اخد هرمونات كنت كسبت بطوله الجامعات طبيعي، وبعدين قررت اوكي انا عندي الجيناتكس اللي هي توصلني للاحتراف وفيما بعد الاحتراف، فانا هاخد الديسيجن ان انا هجرب هرمونات. وبعدين جربت حاجه بسيطه، جربت انافور لمده 6 اسابيع، ما لقيتش اي سايد افكتس او اعراض جانبيه، جلدي كان زي ما هو، ما جاليش حبوب بتاع، ضغطي كان زي ما هو، اعصابي زي ما هي، مع ان الانافور ضعيف جدا. بس بعديها السايكل اللي بعديها خدت شويه تستوستيرون، لقيت في الجرعات شويه برده ما لاحظتش ان في اعراض جانبيه كتيره. فانا ساعتها عرفت اوكي انا جسمي متقبل الماده دي، فانا ممكن اكمل فيها، طبعا بتحاليل بدكاتره معايا قرايه كتير جدا وكوتش كويس. دي اهم حاجه، واتمنى انك تكون استفدت من الحلقه دي. ما بالعكس، مش ان انت تشوف واحده عندها 13 سنه
وطلعت على السوشيال ميديا بتاع ان هي اتقفشت هرمونات فيلا بينا نعمل زيها. لا، اتعلم منها ان انت ما تعملش نفس الغلطه، لان في الاول وفي الاخر بص حياتها عامله ازاي دلوقتي، بقت موديل حاجه ملهاش اي علاقه اصلا بباور ليفتنج. ودي حلقه النهارده، اتمنى ان هي عجبتكم. بليز اعمل سبسكرايب للقناه والبرامج المخصصه سايب لك اللينك تحت، وللخدمات بتاعتي التانيه سواء عايز تعمل فيديو كول معايا نص ساعه، عايز تشتري كتاب الوصفات اللي هو هيفيدك جدا ارخص بكتير من البروجرام، وعندك برضه كتاب التمرين. تخيل بقى لو خدت كتاب التمرين وكتاب الوصفات يمكن اصلا مش هتحتاج بروجرام، ولكن البروجرام بيبقى مخصص ليومك، الدايت بتاعك، بنظم لك وجباتك ماشيه ازاي من اول يوم لغايه اخره. عشان كده بقول لك ايه الجدول بتاعك، تصحى من النوم الساعه كام، بتنام الساعه كام، الى اخره، ايه الاهداف بتاعتك، وبصمم لك انا برنامج دايت وبرنامج تمرين وبرنامج مكملات على قد ميزانيتك الماديه. كل اللينكات دي تحت، سيبه لك في محتوى الفيديو تحت وكمان في الكومنتس، ونشوفكم ان شاء الله في الحلقه اللي جايه. ملحوظه يا جماعه بخصوص الخبر اللي في الفيديو ده، الخبر ده مش جديد ويرجع اكتر من 4 أو 5 سنين، ولكن النقاط اللي في الفيديو مهمه جدا بخصوص ان حاجه زي كده ممكن تحصل في المستقبل بسهوله جدا بسبب العناصر اللي مذكوره في هذه الفيديو.